أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع النووية الروسية في حالة تأهب قصوى. وخلال لقائه مع قادته العسكريين أشار بوتين إلى ما وصفها بالتصريحات العدائية لزعماء حلف شمال الأطلنطي والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو. وإنما حتى القادة السياسيين في الناتو يسمحون لنفسهم بكلمات عدائية تجاه بلدنا. ولذلك أأمر وزارة الدفاع وقيادة الأركان بنقل قوات الردع الروسية في الوضع الخاص للحالة القتالية.